رجعت الموجه بتاعت النويز. قلنا الوقود لو هيطلع من الفونيا كده ممكن الموجه ترجع معاها ازاي؟ يعني هو بيتنفخ تعمل هي تخيل خطوره شده اكتر، لان احنا اتفقنا ان معدل سرعان الوقود من الفونيا بيعتمد على الدلتا بي ما بين ضغط الغاز جوه الفونيا وضغط الغرفه بره، تمام؟ يعني كل ما يكون في تخلخل بره كل ما المعدل هيزيد، كل ما يكون في انضغاط كل ما المعدل هيقل. خد بالك، تخيل بقى لو كانت الذبذبه اللي حصلت دي بسبب مثلا تذبذب في ضغط الغاز نفسه، ان ضغط الغاز مثلا الغرفه هنفترض في الاول خالص ان الغرفه ما فيهاش اي مشاكل، والغاز جوه الفونيا ضغطه بيزيد ويعلى، فهيعمل ازاي؟ طبعا علو الضغط بتاع الغاز جوه الفونيا مع ثبات ضغط الغرفه يبقى الدلتا بي مالها؟ ما هو ضغط الغاز ناقص ضغط الغرفه ده الدلتا بي اللي بتحكم لك الفلو بتاع الغاز. ضغط الغرفه ثابت وضغط الغاز بيزيد، لحظه زياده ضغط الغاز عن ضغط الغرفه يحصل زياده في معدل سريان الوقود، يجي ينقص هو تاني الدلتا بي تقل يقل معدل سريان الوقود. يبقى انت لو بتعمل كده بالغاز ضغط بيزيد جوه بق مثلا اللي هو الفونيا وبره دي الغرفه. عمليه بتبقى اسرع طبعا، بس احنا ايه كاننا بنصور بالبطيء يعني. تخيل بقى لما يبدا يحصل المشكله ديت الفريم هيحصل له ايه؟ هيبقى الانطلاق الحراري بتاع الفريم بيزيد وينقص يزيد وينقص. تذبذب الانطلاق الحراري بترددات معينه او باي تردد هيعمل تذبذب في مين؟ في الضغط جوه الغرفه، مش في حدود بقى بار واثنين بار، لا ملي بارز خفيفه بس. تذبذب الهواء بتضغطاته وتخلخلاته بيجنريت ساوند. يقوم الفليم بعد ما يعمل الحركه ديت يعمل ايه بقى؟ اي ايه؟ اي نغمه بقى حسب التردد. طبعا احنا هنصور النغمه بالبطيء، فالتردد ده هنعتبره ايه؟ تردد بطيء. هتلاقي الفليم بدا يعمل مثلا الحركه دي، هتلاقي الضغط بدا يعمل ازاي؟ مع الفريم بنفس التردد. تذبذب ضغط الهواء كده بيعمل ويف، ساوند ويف. الساوند ويف دي هتصطدم بجدران الغرفه، تمام، وتبدا تنعكس. هنفترض انها تنعكس وتفضل نفس الموجه دي بنفس تردد مين؟ تذبذب الغاز. تيجي الموجه بقى اثناء ما يكون في تضغطات، تمام، لو انت في لحظه تضغط الموجه، تضغط موجة الهواء أو موجة الصوت بتبقى تضغطات تخلخلات هواء، لو لحظة التضغط وافقت لحظة ما الغاز بيخفت هتزود الخفوت بتاعه، ولحظة ما بيزيد حظك العسر تبقى أنت في النص بتاع الموجة بتاعت التخلخلات، تقوم التخلخلات تزود الإيه؟ الزيادة في الغاز. يبقى بعد ما كانت بعد ما كان عندك التذبذب بتاع الغاز ده ناتج عن الضغط جوه الفونيا مثلا بيتذبذب، فكل ما بيزيد عن الضغط الثابت اللي في الغرفه يزيد الفلوريت، وكل ما يقل الدلتا بتقل يقل الفلوريت، فحصل عندك ويف هي اللي عملت الانسيليت ريليز ريت في الفليم وعملت النويز. النويز بدات تعمل ايه جوه الغرفه؟ هي كمان تضغطات وتخلخلات. تخيل بقى لحظه ما يكون الغاز بينضغط يكون في تخلخل في الغرفه، تقوم الدلتا بي اللي كانت بتزيد تزيد قوي، ولحظه ما يكون في تخلخل في الغاز يكون في تضغط في الغرفه، يبقى لما تقل دي تقل قوي، يقوم الزياده والنقصان في معدل الغاز يحصل له ايه؟ امبليفيكيشن. يقوم يعمل امبليفيكيشن لمين في الفليم؟ للانستيليت ريز ريت اللي هو كان مسبب مشكله مين؟ النويز. تيجي النويز هي كمان يحصل لها امبليفيكيشن، ترجع وتفضل انفيز مع مين؟ مع تذبذب الماس فلوريت، تروح مزوده العمليه اكتر، وهكذا فيدباك لوب، يبدا السيستم يغذي نفسه. يغذي نفسه. تبقى احنا قلنا لما موجه بتحصل لو انا شلت الاكزيتيشن اللي بيثيرها او اللي بيعمل لها تشغيل اي موجه بتقف، بيحصل لها ناتشرال دامبنج. لكن طول ما انت بتهزها وشغال معاها زي الفل مش هتقف. بعد على العكس ده هيحصل لها ايه؟ امبليفيكيشن. فاكرين لما قلنا هيلا هوب النخله؟ احنا قلنا ساعتها احنا مش هنقعد نزق بكل قوتنا ولا حاجه، احنا بس هنبدا بس نروح ونيجي معاها بس. وهي بقى كسبرينج وكماس هتبدا ايه، او كستيفنس وماس هتبدا هي تعمل ايه؟ امبليفيكيشن لنفسها بمقدار الامبليفيكيشن فاكتور قد ايه؟ لحد ما يحصل زياده او اتساع في الامبليتيود. كذلك هنا برضه هتفضل تروح وتيجي تغذي، تروح وتيجي تغذي، تروح وتيجي تغذي ان فيز يعني باقل قيمه. انت لو بنفس القيمه يا اخي هيحصل تكبير، ما بالك انت لما بتكبر بتروح مكبره هو كمان يروح راجع مكبرك اكتر، وتبدا العمليه تبوظ نفسها خالص لحد ما توصل بالامبليتيود لقيمه ما تقدرش تزيد عنها اسمها ليميت سايكل. كنت قاري انا السبب بتاع الليميت سايكل ليه بتوصل لها وتوقف ما بتزيدش عن كده،
كان بيحصل اثناء ما بتوصل للليمت سايكل ديت حاجه زي ايه؟ زي بارشل دامبنج، يعني المنتين يوصلوا لدرجه ان هم بيعملوا في بعض المراحل دامبنج لبعض وبعض المراحل الايه امبليفيكيشن، فبيساوي دي بدي لحد ما يوصل للليمت سايكل. تمام؟ بعد كده بتبقى دي الماكسيمم بتاعك الزياده العظمى في الامبليتيود، ده الليمت سايكل اسمها الليمت سايكل. ده لو دخلت الفوق الويف بتاعت النويز لو جت ان فيز مع اللي داخل تتجمع على الموجه. امتى تطرح؟ لو راجع بقى اوت اوف فيز. لو انا راجع اوت اوف فيز كل ما ضغط الغاز يزيد، احنا قلنا ضغط الغاز بيزيد وينقص في الفونيا، فعمل تذبذب في الدلتا بي بينه وبين الفونيا بينه وبين الغرفه، فبدات الدلتا بي التذبذب بتاعها يعمل تذبذب في مين؟ الماس فلويد بتاع الغاز. طب ايه رايك لما ضغط الغاز يزيد الويف بقى بتاعت الساوند اللي جايه ديت تكون ايه؟ في مرحله التضاغط. يقوم الويف بتعمل تضاغط وضغط الغاز بيزيد، يقوم ايه؟ ده يزيد دي تزيد معاه. يجي يعمل فاكيوم بتروح هي كمان عامله فاكيوم. بعد ما كان بقى هو بيعمل تضاغط هي تعمل فاكيوم يزودوا الدلتا بي يزودوا السحب، ويجي هو يعمل فاكيوم تروح مش فاكيوم بقى. انا قصدي ايه؟ يعني نقصان الضغط عن المين، عن المين فاليو يعني. يعني لو الضغط مثلا 16 يبقى 16 مثلا و14 مللي بار و10 مللي بار 20 و10 تذبذب ده معايا؟ ان التذبذب اللي كان في ضغط الغاز عمل تذبذب في معدل السريان، لو التذبذب ده ماشي معاه تذبذب الموجه بتاعت الصوت اللي حصلت بسبب المشكله ديت، لو دخلوا من فيز تلاقي كل ما يحصل تضغط في الغاز قصاده تخلخل في الهواء بتاع الغرفه اللي هو الموجه الصوتيه يزودوا الفرق بتاع الضغط فيزودوا الفلوريد، وكل ما يحصل تخلخل هنا وتضغط قصاده يحصل ايه؟ كبح للايه؟ للفيول اكتر، فيبدا الفيل بعد ما كان بيزيد شويه وينقص شويه بقى بيزيد خالص وينقص خالص. لو بقى اوت اوف فيز بقى هتلاقي كل ده ما يتضاغط دي تتضاغط معاه الدلتا بي دي ايه؟ تقل الفلو ايه؟ تذبذبه يقل. يجي ينزل الضغط في الفونيا عن ضغط الغرفه، الغرفه يكون حصل فيها تخلخل نتيجه الايه؟ تضغطات وتخلخلات الموجه الصوتيه، يبقى تخلخل مع تخلخل وتضغط مع تضغط دخلوا ايه؟ اوت اوف فيز، يروحوا عاملين دمج. محدش يتلخبط من حته ان طالما هم ان فيز مش المفروض التضغط يبقى مع التضغط والتخلخل مع التخلخل، محدش يتلخبط من الحته دي. لان انت عندك زياده الضغط بتاع الغاز عن ضغط الغرفه هو اللي زود الفلو. ضغط الغاز لما يزيد عن ضغط الغرفه هو اللي زود الفلو. لان الدلتا بي زادت، لان الدلتا بي ما بين الغاز والكومباشن تشامبر هو ده الفلو ريت بيتناسب معاه الفلو ريت يعني. فضغط الغاز في الفونيا زاد والغرفه ضغطها ثابت يحصل ايه؟ الفلو يزيد. ضغط الغاز في الفونيا قل وفي الغرفه ثابت الفلو يقل. طب تخيل بقى لو انت رحت على الغرفه نفسها بقى وبدات تتكبر العمليه اكتر، ان ضغط الغاز يزيد في الفونيا وانت تعمل تخلخل في الغرفه، يبقى انت زودت فرق الضغط قوي، تزود الفلو ريت قوي. ولما ضغط الغاز يقل في الفونيا تروح انت مزوده في الغرفه، تبقى انت برضو قللت الايه؟ الدلتا بي قوي. في اللحظة دي تبقى انت كنت بتخمد ساعة يعني ساعة تقليل الفلو بتقلل قوي وساعة تزوده بتزود قوي، يبقى انت زودت التذبذب بتاع كمية الغاز اللي داخل الغرفة، فزودت الامبليتيود بتاعت الان ستيدي هيت ريليز ريت، فزودت امبليتيود الايه؟ النويز. يبقى احنا دلوقتي لما نتكلم عن انضغاط الغاز العكس في الغرفة بقى. انا لو قلت لك في موجة داخلة مع الغاز ان فيز، اقول لك لو في حاجة تانية جوه الغاز كانت هو لما بتضغط تتضغط هي كمان، ولما بتخلخل تتخلخل هي كمان، ساعتها نقول ان الاثنين دول انفيز. لكن احنا بنتكلم على وسط اخر، الوسط الثاني اللي هو الغرفه. يعني لما اقول الغاز اللي ماشي في الماسوره دي حصل فيه تضاغط وتخلخل، عشان ازود التضاغط والتخلخل بتاعه اعمل ايه؟ ادخله كمان ويف في نفس الماسوره تتضاغط مع التضاغط بتاعه وتتخلخل مع تخلخله، يبقى هم دخلوا فعلا انفيز. لكن في الغرفه بقى انت المفروض بتعكس. ده الانفيز بتاعتنا بقى بتبقى لما يكون هنا تضاغط يكون هنا تخلخل، يقوم اللي هنا يشفط مع اللي هنا، يعني اللي هنا يبقى بيزق واللي هنا بيشفط، يبقى ما تتلخبطش. لو انا قلت لك بقى ان في موجه جوه خط الغاز بقت انفيز مع الغاز، تتاكد ان الموجه دي بتتضغط مع تضغطه وتتخلخل مع تخلخله. لكن لما اتكلم عن الفونيا والغرفه لا، يبقى تضاغط الغاز يقابله تخلخل في الغرفه يبقى هما كده انفيز. يعني ممكن تلاقي في نفس الموضوع بتكلم عكس الكلام. اقول لك ان لو انا عايز اعمل انفيز بين موجتين، عايز ادخل موجتين انفيز في خط الغاز نفسه في الفونيا نفسها جوه، هخليه لما هو يتذبذب لاي سبب ادخل انا كمان سبب يزود العمليه، فهخلي السبب ده يعمل ايه؟
كل ما الهواء كل ما الغاز يزيد ضغطه كل ما ايه ما السبب اللي انا عايز ازق عليه يزود الضغط، وكل ما ضغطه ينزل يروح منزل معاه الضغط، فيبقى هما الاثنين دول انفيز. يبقى انت كده وصلت في الاخر للخلاصه ايه؟ ان لو انت عايز تكبر الموجه بتاعه تضغط الغاز اللي جوه تدخل معاها موجه كمان جوه الفونيه، ان مع تضغط الغاز تتضغط ومع تخلخل الغاز تتخلخل، فيتجمعوا على بعض في الموجب ومع بعض في السالب فيزودوا الامبليتيود. لكن العكس بقى في الغرفه، لو انت عايز تزود العمليه ديت تعمل ايه؟ تخلي لما الغاز يتضغط في الفونيه الهوت جاز او الجو بتاع الغرفه يتخلخل، فيقوم البريشر ديفرنس يزيد. في فرق بين الانفيز بين الغرفه والغاز، وفي فرق بين انفيز جوه خط الغاز نفسه بين حاجه وحاجه. ده مكان وده مكان. طب هل لو في نويز ظهرت من برنر معين هل ممكن يسبب نويز في بقيه البرنر؟ ايوه طبعا، ما انا هنشوفها دلوقتي دي، حته ان برنر يعمل نويز يعمل اكزيتيشن للايه؟ للي جنبه. نعمل اكزيتيشن للي جنبه. هنشوف بقى احنا طريقه انتشار الموجه بتاعت الصوت. احنا قلنا في لينجوتيودينال من الفونيا للجدران اللي قدامها، وفي ترانسفيرس مستعرضه، وفي روتيشنال بقى اللي هتلف من فونيا للثانيه للثالثه للرابعه، تروح قافله دايره كامله وتلف زي الخليه بتاعت مين؟ الستور. فونيا تعدي فونيا وانت ماشي، خدت بالك؟ تمام يا جماعه. فاحنا عرفنا الفرق بين لما تبقى انفيز جوه خط الغاز نفسه ممكن يبقى انفيز جوه خط الغاز، لكن في الغرفه حاجه ثانيه. وممكن تفهمها ازاي؟ انا ماسك حبل، ماسك حبل في ايدي وربطه في الجدار هناك، ورحت انا عامل كده، ايه اللي هيحصل في الحبل؟ هتمشي موجه من عند ايدي لحد الحيطه وتايه وتروح راجعه تاني. تمام. موجه الغاز ديت هي الايه؟ الموجه اللي انا عملت بيها الحبل. حصلت الموجه من الفونيه وفضلت ماشيه لحد ما خبطت في جدران الغرفه، المفروض زي الحبل تعمل ايه؟ ترجع تاني. احنا اتفقنا امبارح لما رسمناها قلنا ايه؟ قلنا الغرفه كده والفونيا هنا، الموجه بتمشي كده تصطدم مثلا، وممكن ترجع يا جماعه لو رجعت راكبة على نفس السورس هتعمل ايه؟ تكبير. بس خد بالك الموجة الأولانية اللي كانت رايحة كانت ماشية في أنهي اتجاه يا جماعة؟ اللي راجعة بتمشي عكسها، فبقوا انفيز، اللي هي حتة إن ممكن التضغط في خط الغاز يبقى تخلخل فين؟ فاهمني؟ تخلخل في الغرفة لأن عكس الاتجاه. لكن الموجة اللي في خط الغاز بقى اللي أنا عايز أكبر بيها، الموجة كانت في خط الغاز عاملة كده، مش هقول لك انها هتنعكس وترجع بقى، لا انا هدخل موجه ثانيه تكبرها. لازم ادخلها بقى كده؟ لا، ادخلها معاها في نفس الاتجاه يبقى ايه؟ يبقى الاثنين التضغط تضغط مع التخلخل تخلخل. يبقى انا قصدي الاول ان انا لو رحت كده خدت بالك؟ بيك وبتنزل اهي. بيك يعني بتطلع يعني المسافه من هنا لهنا، ده اخر الحته اللي هتبدا الموجه تنعكس منها مثلا. الموجه هنا بيحصل لها يا جماعه؟ دامبنج، بتنزل، اللي هي هنقول داخله في حته التخلخل مش التضاغط، يعني ده تضاغط وده ايه؟ تخلخل. عشان تركب عليها موجه هتعمل ايه؟ اثناء التخلخل بتاع دي هتعمل ايه انت؟ وصلت؟ الحته اللي انت متلخبط منها وصلت؟ ان اثناء الانعكاس علشان يركبوا على بعض واحده نازله، اللي نازله ماشيه من البيك للايه؟ للفالي، او من البيك للزيرو، يبقى بتسيب التضاغط ونازله في اتجاه التخلخل ايه؟ عشان تركب عليها موجه ثانيه لازم تبقى الموجه الثانيه ايه؟ جايه من التخلخل او من الزيرو رايحه لمين؟ للتضغط. لكن لو انت بقى عايز تمشيهم تضغط مع تضغط وتخلخل مع تخلخل، الحته اللي ملخبطاك تعالى بقى نعملها، ادي الموجه اهي وصلت عند الجدار ده. انا عايز اخلي الموجه الثانيه طالما ديت في الجزء ده من الموجه بتعمل من تحت لفوق كده، يبقى معناها انها بترفع الضغط من التخلخل للزيرو او من التخلخل للتضغط. صح؟ طب ما تيجي كده ندخل الموجه الثانيه معاها، بس طالما دي بتعمل في اللحظه ده اهي في الربع ده من الموجه، طالما هي بتعمل تضاغط تيجي نخلي الثانيه نعمل تضاغط زيها عشان يبقى تضاغط مع تضاغط بقى، هتلاقي الثانيه عملت ازاي؟ تضاغط. في الحاله دي كانت دي بتعمل ايه؟ لان دي ماشيه في الاتجاه ده ودي ماشيه كده بقى، دي بتعمل ايه هنا من هنا لهنا؟ تخلخل. طب خلي الثانيه تعمل تخلخل هي كمان بقى اهو، ولا انا غلطان؟ مش ديت وهي بتنزل كده بتقلل الضغط اهي؟ هتبص تلاقي في الاخر المنظر عامل ازاي؟ دولت موجتين بينهم في الشيفت كامل.
180 يبقى لو انت مشيت بالمنطق اللي في دماغ حاول تفهمها فيزيائيا. انا بضرب موجه وبخليها تتعكس علي تنعكس علي. لكن لو انا جوه الفونيا نفسها بقى جوه الخط الموجه بتاعت الغاز اهي، انا بقولكش في الغاز بقى بتخبط في الفونيا وترجع، لا ده بتطلع تكمل معاه. لو انت عايز تكبر الموجه ديت هتعمل ايه؟ دي ماشيه في الاتجاه ده اهو، هتدخل معاها موجه بقى اثناء تضغطها تبقى تخلخل عشان تبقى امبليفيكيشن زي الغرفه، لا هتبقى العكس بقى. لا خلي ديت طالما بتعمل تضغط خلي معاها كمان واحده تضغط، لان ساعتها هيبقوا السببين ماشيين في نفس الاتجاه. لكن لما تبقى الموجتين ماشيين عكس الاتجاه يبقى لما تكون التضغط بتاع واحده اكيد لو هما ينفسح هتلاقيه موافق لتخلخل الثانيه. وصلت يا رجاله كده؟ في مشاكل؟ كل الكلام ده كنا بنحكي فيه علشان نبين كلمه سي بي او. نرجع بقى للاساس الايه، لاول المحاضره بقى. السي بي او ده بتاع ايه بقى؟ احنا كل العمليه اللي كانت مخوفانا من حته الفيدباك بتاعه النويز انها تدخل او تدخل انفيز مع مين؟ مع الموجه الاساسيه اللي سببت المشكله اللي هي التذبذب الماس فلوري، لا احد الاسباب يعني مش السبب الوحيد يعني، تمام؟ واتفقنا قلنا ان احنا على حسب الموجه اصطدمت في الجدار في انهي حته ورجعت على حسب ما ساعتها ممكن يبقى ساعتها دي موافقه لدي او مش موافقه لها. ممكن اثناء ما بتصطدم ما ترجعش على نفس الخط، ترجع بالعكس او ترجع متشفته شويه فيعملوا دمبي، خدت بالك؟ طب انت عايز بقى تدرس العمليه وتشوف حاجه ممكن تعمل لهم دمبنج، هتعمل ايه؟ هنرسم كده مخطط للويفز. هنا تذبذب الماس فلوري بتاع الفيو، الذبذبه بتاعته هتاخد تايم معين من غير ده بقى. شيل السي بي او دلوقتي عشان نعرف الادمنت. التذبذب ده هيوصل لمنطقه مين هنا؟ الفليه. بعد وقت معين يبقى في ما بين الانستيدي هيت ريليز ريت وما بين التذبذب بتاع الوقود زمن. الويف دايما بتبقى التايم اللي هي يا جماعه الامبليتيود بالنسبه للكيرف اللي هو التايم ويف فورم ده او الشرط. فده كده التذبذب بتاع الام دوت فيو. طبعا الذبذبه بتاعت الام دوت فيو لما حصل عندك بيك هنا خدت مسافه البيك دي ماشيه لحد ما توصل منطقه الفليم عشان تعمل في الفليم بيك للانستيدي هيت ريليز ريت اللي بيسبب الفليم. فطبعا هيبقى في بينهم يا جماعه ديلي تايم، يعني هتلاقي الموجه الثانيه بادئه من هنا مثلا كده، خد بالك؟ الانستيدي هيت ريليز ريت هيبقى في ديلي تايم اللي هو الفتره اللي بياخدها، يعني الديلي تايم ده اللي هو الوقت. مين اللي يوصف لي الوقت ده بقى؟ يقول لي الوقت ده بتاع كذا. مين يقول لي مثلا الشيفت اللي بين الاثنين دول ما بين دي وما بين دي؟ التايم ده اللي خدوا الموجه لحد ما وصلت للفليه، المسافه اللي خدتها من اول ما حقنت الوقود لحد الفليه اللي هي فتحه انفصال الوقود نفسه عن الفونيا للضوء، المسافه اللي خدتها من الفتحه لحد الفليه لحد ما ولع او لحد ما بدا يوصل لمنطقه الفليه، مش لحد ما ولع لحد ما يوصل الديلي تايم ده اللي هو الترانسفير، ترانسفير تايم طيب. لو وقت النقل وقت النقل ايه؟ مش ممكن يرجع لفرق السرعات ولا هي ممكن يرجع لسرعته كام على المسافه؟ السرعه بالمتر على الثانيه، اقسمها على المسافه يطلع الدايمنشن في الاخر كام؟ متر على ثانيه على ثانيه متر على ثانيه على متر على المسافه تطلع ايه؟ الثانيه متر على ثانيه على المسافه تطلع ايه؟ واحد على الثانيه هرتز، تطلع واحد على الثانيه يعني طول موجي. السرعه على المسافه تديك الطول الموجي كام على الثانيه؟ حاجه دايمنشن لسه على الثانيه لا سايكل بير سكند او اي حاجه، خد بالك؟ فتروح مشفته انت بتحوله لايه؟ لفرق في الايه؟ مش في الفريكوانسي بقى، لفرق في التايمنج في الطول الموجي، فرق في الطول الايه؟ في الطول الموجي.